مساء الخير عليكم مشاهدينا وحلقه جديده من برنامجكم رؤى واحلام. النهارده هنكمل موضوع اتكلمنا فيه الاسبوع اللي فات، هو تفسير رؤيه الالوان في الاحلام، تفسيرها بيكون ايه؟ طبعا مع دكتوره مليكه. مشرفاني يا دكتور. اهلا بيكي يا دينا واهلا بكل مشاهدينا، ويا رب يستفيدوا النهارده من الحلقه بتاعتنا ان شاء الله على خير. ان شاء الله. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن الالوان الرئيسيه اللي كلنا بنلبسها وبنتعايش فيها، الابيض والاسود. طيب انا النهارده هبدا بلون كلنا عارفين ان ده لون الغيره، الاصفر. احنا عارفين ان اللون الاصفر تفسيره غيره في حياتنا في الواقع، لكن في الواقع لكن في الاحلام بقى يا دكتور تفسيره ايه؟ بصي انا عايزه اقول حاجه الاول كده، محدش ياخد الرمز دلوقتي يا جماعه ويطبقه على نفسه في الواقع، لان كل رمز ليه خير وليه شر، فمحدش يطبق الرموز. احنا بنقول الرموز بصفه عامه، اللي بيربط معانا الرمز سياق الرؤيه وحال الرؤيه. علشان بس الناس ايه، لو انا اتكلمت دلوقتي رمز الاصفر ليه تاويلات كتيره جدا جدا، سفره اللون اللي هي بتخص الامراض لا قدر الله، فمش اي حد برضو يشوفه يقول ده مرض. في برضو بيكون بيخص اللون الذهبي اللي هو لون الذهب، فده معناه فرحه واقبال مناسبه على الانسان ان شاء الله رب العالمين. لكن بهتان اللون الاصفر بيدل ان داخل الانسان بقى على توترات خاصه في الحياه، ينتبه لصحته الفترة المقبلة عليه، حتى لو اتعرض لشوية برد صغيرين جدا جدا. وكنت عبرتها كتير في رؤى كتيرة، اللون الأصفر ليه رموز مش حلوة معظم الوقت، بس على حسب سياق الرؤية. يعني تاخدوش الرمز مني أصفر يبقى الدكتورة قالت كذا يبقى كذا، وتاخدوه حالة سيئة. وفي ناس للأسف بياخدوا الرموز على كده، فعشان كده بقول لكم اهوت كل حاجة على حسب سياق الرؤية. طبعا عايزة اتنقل للون الحلو جدا كلنا بنحبه.